معالي الشيخ، مجموعة من المتصلين من الأسئلة التي وردت عبر تويتر، يقول السائل فيها كلها تتحدث عن أو جلها تتحدث عن صلاة الإنسان في بيته، هل يشرع له أن يحدد وقتا معينا بحيث يكون ما يجري في المسجد يجري في البيت مع أولاده من حيث الالتزام بالوقت بوقت محدد، وكذلك وضع مكان يصلى فيها ومصلى يصلى فيه، واجتماع الأسرة على إمام واحد وفي صلاة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نسأل الله العلي القدير أن يرفع هذه الغمة وأن تعود الأمور إلى مجاريها، فتؤدى الصلاة في المساجد وتباشر الأعمال وما ذلك على الله بعزيز. فيما يتعلق بسؤال السائل، لا شك أن الأمور إذا نظمت فإن الأمر يكون واضحا لدى الجميع، وبإمكانهم يتواجدون في تلك اللحظة التي حددت. فجميل أن يعين صاحب البيت ساعة محددة من الوقت لتؤدى الصلاة فيها، حتى يتهيأ جميع أهل البيت فيصلون جماعة، لكن لا يلزم أن يكون على حسب التقدير الذي قدرته الجهات الرسمية فيما يتعلق بالصلاة، يعني بعد الأذان بعشرين دقيقة أو 25 دقيقة، لا يلزم هذا، إنما أن يحدد رب الأسرة وقتا يعلم الجميع بأن الصلاة ستقام فيه، وأن يحدد مكانا ليجتمعون ويصلون فيه، فذلك كله خير على خير، والنظام دائما رحمة.